السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طبعا هنا احنا بنشتغل على ASA3، نعمل بينج ل 2 بوينت أو 10 بوينت 0 بوينت 0 بوينت 20. That's great. Then شو اللي لازم نعمله هنا؟ HTTP server enable. Okay. HTTP server HTTP 0 0 inside. That's great. WR perfect. إذن بهالحالة أنه حفظ لنا الـ configuration. طبعاً تقدر تعمل الـ ASA 3 ثلاثتهم الـ ASA ممكن تشغلهم مع بعض وتعمل لهم ping. It's working. تشتغل ما بها أي مشاكل. بس نرجع مرة أخرى للـ CentOS. خلونا نشوف هنا في الـ CentOS نجرب شيء. محمد خلونا نجرب شيء. هنا احنا دخلنا قدرنا نعمل access للـ الـ network. خلونا نعمل هنا الـ ping. بينج لمن؟ ل 10.0.0.3. لاحظ هسه هذا حاليا الـ ASA3. اوكي زين، هنا احنا بس حعمل بوز بسيط. رجعنا مرة أخرى وياكم، نلاحظ هنا احنا عملنا ذاتس جريت. في عندنا بينج لهذا الـ IP، في عندنا هذا البينج. اوكي زين، خلينا نجي هنا. طبعا هذاك كان الكونفجريشن ل 3 1، هذا حيكون ل 3. ذاتس جريت. هذا أيضا حنعمل له trust، نضيف الـ trust exception. okay this is great. خلونا نجي هنا نعمل run. في عدنا لا ما عدنا. okay خلينا نعمل هنا clear تكون واضحة. less java ws. خلونا نشغل هذا لأن هو أصلا حينزلها أوتوماتيك. no انتبه هذا عايد علما للconfiguration مال واحد راح أشوفك إذا ما أنا غلطان. لاحظ كلوز ما أستطيع أنا أشغل هذا. لاحظ هنا جي إتت. خلونا نشوف. لاحظ هذا على SDM الأول، ما ينفع نستخدمه. إذن هذا راح نحذفه. ديليت. زين تعال هنا أنا نعمل run ال SDM. حيطلب من عندنا حذف، نقول له حفظ، نقول له سيف. أضف إلى ذلك أنه أنت هنا في السكيورتي كذلك حتحتاج إلى more information وتذهب للview certificate. خلينا نعمل هنا full زين، وتعمل detail و export. لازم تعمل له export أيضا. حنعمل export للديسكتوب. أوكي سيف زين، هذا نعمله close. جميل جدا زين، هذا هم أيضا نعمله close ما نحتاجه. أوكي نرجع لهنا، هذا منصة بعدنا. خلنا نرجع هنا نعمل هذا كوبي لأنه هي أصلا موجودة، عملها داونلود. خلونا نشوف. أتصور راح يعطيني إيرور لأنه نسيت أضيفة بالتراست، نسيت أضيف أيضا السيرتيفيكيشن كي. أوكي هذا حيطلع لك كونتينيو. خلنا نعمل لك كونتينيو. إحنا هسه راح يتوقف. لاحظ طلع لي هاي المشكلة. اوكي فحتى الغي هاي المشكله، حتى تلغي هذا المشكله تيجي تعمل هنا جي كونسول كنترول جي كنترول، تنتظر يشتغل جي كنترول. اوكي تذهب لي الجافا سيكيورتي اديت. اوكي خلينا نشوف هو هنا الاديت. اتصور ممكن نعملها بدون اضافه السايت. خلينا نجي على المانج سيرتيفيكيشن، نسوي له امبورت desktop all files. okay so where cancel close. ليش ما يظهر لنا؟ لحظة في شيء غريب بهذا الجافا. cancel ها so محمد طبعا لا تنسى السبيس هنا. okay زين عفوا J control شوف الـ requirements. يمكن أنا عملت على الـ user account فلهذا ما ظهر لي الأولاني. خلونا نشوف. يلا بياخذ قديش وقت؟ خلينا نشوف التايم.
نو اي ثينك ما اشتغل هنا أنا. زين اكيد راح يشتغل بالروت لعد بالحالة سنتوس او سنتوس الباسورد زين جي كنترول نعمل جي كنترول نشوف التايم ما تجاوزنا 3 1 لا ما تجاوزنا زين ليش جي كنترول جي فريم ورك يا نون ريسورسز alternatives اوكي alternatives ناقص ناقص config java او رايح على open gdk اوكي هذا الاستريك رايح على open gdk استريك بمعنى انه هو يختار هذا لازم نكتب هنا رقم 3 اوكي لو جينا كتبنا مرتلق alternatives config ناقص ناقص config java هنشوف oh my god same ليش لازم في مشكلة حصلت هنا أنا. Anyway, this one. لا مختارها مختارها. الزائد عفوا الزائد هو. زين خلونا نجي هنا مرة أخرى clear. So in this case شنو المشكلة عاد؟ J control. قبل شوي كنت تشتغل شنو المشكلة؟ CD. Slash download. Downloads less. اوكي كيف ما موجود سو محمد زين جي كنترول نو سيم ثينك يمكن عندي مشكله بال خلي اغلق التيرمينال كلوز ذا تيرمينال اوكي خلني اجي هنا للفاير ساعة 10:30 اوكي لا ليس فاير للترمينال حامل بوز حتى لا ياخذ من وقت الدرس رجعنا لكم مرة اخرى مثل ما توقعت كانت المشكلة انه غلقت الترمينال فتحته من جديد اشتغل ما عندك مشكلة نجي على جافا سكيورتي لاحظ القديم موجود ما انا من هذا شكيت لانه القديم كان ما موجود فقلت اكيد حصلت حاجة خلينا نعمل هنا كنترول كوبي هنا نعملها بيست لكن المن للثلاثة صح للثلاثة عفوا نعمل اد اوكي اذا قمنا باضافتها نجي للمانج سيرتيفيكيتس اوكي هنا نعمل امبورت ديسكتوب اول ممتاز بس وينه ذس از ديسكتوب احنا ما حفظناها في الديسكتوب بلي اول فايلز اوكي دبل كليك كنا ناسينا هنا عندنا سيرتيفيكيشن لثلاثة اوكي وفي عندنا سكيور سايت ايضا دبل كليك على الديسكتوب اول فايل اختار الثلاثه اوكي كلوز اوكي زين خلينا نجي هنا الى السي دي دي داونلودز لودز ليس جميل جدا جافا Java WS لهذا هذا لل ASA الثالث خلنا نعمل Enter شوف التايم اوكي يمكن ما اعرف ايش قد كان تايم حقيقة اوكي حيظهر لك هذا الشكل Security تعمل Accept حتى لا يظهر ابد تعمل Run وهذا اللي كنت اقول لك اياه انه اذا طلع قبل هذا الواجهة هنا انت ما واضعين username password فنضغط اوكي رأسا لاحظ This is amazing Cisco ASDM لاحظ الجافا موجودة في كل مكان اوكي هنا بيشتغل حقيقة الجافا بالنتورك سكيور جدا 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 لهذا الشركات العالمية تستخدم الجافا لانه جدا سكيور لاحظ كم هي جميلة لاحظوا 10.0001 10.0003 اوكي الاثنين مع بعض لان هذا كان موجود فعمل شو اخذ كل النيتوركس اللي موجود الاشياء الموجوده في النيتوركس قام بجلبها لنا اوكي لاحظ او ماي جاد ايش قد جميل ايش قد جميل المهم نوصل نهايه الدرس نلتقي بكم الدرس القادم مع السلامه